السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. شكرا لابننا الطالب محمد محبوب المتوكل، وهو أحد الطلاب في معهد كومن المحمدية. قراءته جيدة ومخارج الحروف عنده جيدة ما شاء الله. نرجو من الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون طلاب معهد كومن المحمدية وطلاب المعاهد الإسلامية في أندونيسيا وغيرها من الطلاب المجيدين لقراءة القرآن، المتعلمين العلوم الإسلامية، المتخلقين بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله القائمين على هذا المعهد وكل معهد إندونيسيا والعالم الإسلامي لما يحبه ويرضى في تربية الجيل القادم حتى يرفع راية الإسلام، راية القرآن والسنة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. شكرا لكم، بارك الله بكم وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.